أيضا من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وتبتدئ هذه المدة، مدة المسح على الخفين أو الجوربين، من أول مسح بعد الحدث على القول الراجح. تبتدئ مدة المسح على الخفين أو الجوربين من أول مسح بعد الحدث، وليس من حين لبس الشراب، وليس من حين الحدث على القول الراجح. فمثلا إذا لبست الجوربين لصلاة الظهر، توضأت وضوءا كاملا وغسلت رجليك، ثم لبست الجوربين، ثم أحدثت بعد صلاة الظهر، ولم تتوضأ لصلاة العصر إلا عند الساعة الثالثة، فتبتدئ مدة المسح على الخفين أو الجوربين من الساعة الثالثة، وتحسب 24 ساعة، يعني من الثالثة عصرا من هذا اليوم إلى الثالثة عصرا من اليوم المقبل، تحسب 24 ساعة إذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة إذا كنت مسافرا. وأما ما يعتقده بعض الناس من أن مدة المسح على الخفين أو الجوربين أنها خمس صلوات، فهذا غير صحيح. يمكن أن تصلي في الخفين أو الجوربين أكثر من خمس صلوات. ففي مثالنا السابق توضأت لصلاة الظهر ولبست الجوربين، ثم امتد الوضوء معك والطهارة وصليت العصر، ثم صليت المغرب، ثم صليت العشاء بطهارة الظهر، يعني في أيام الشتاء النهار قصير، نفترض أن الطهارة استمرت معك من الظهر إلى العشاء، ثم بعد صلاة العشاء أحدثت واحتجت للمسح على الجوربين عند أذان صلاة الفجر، يعني مثلا عند الساعة، نفترض الساعة الرابعة والنصف فجرا، فمدة المسح على الخفين تبتدئ من الرابعة والنصف فجرا إلى الرابعة والنصف فجر من فجر اليوم التالي إذا كنت مقيما، وإذا كنت مسافرا تحسب ثلاثة أيام بلياليهن. معنى ذلك إذا كنت مقيما تكون قد صليت بهذين الجوربين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تسع صلوات، فصليت بها تسع صلوات وليس خمس صلوات. أما يعتقده بعض العامة من أن من لبس الجوربين لا يصلي فيها إلا خمس صلوات، هذا غير صحيح، فيمكن أن تصلي فيها أكثر من خمس صلوات. المهم هو أن تضبط المدة التي تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، يعني من أول مرة تمسح فيها على الجوربين. احسب 24 ساعة إذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة إذا كنت مسافرا. وهذا الأمر أمر متعلق بالطهارة، ولذلك لو أن المدة انقضت ونسيت ومسحت على الجوربين بعد انقضاء المدة فوضوءك غير صحيح وصلاتك غير صحيحة. ولذلك ينبغي أن يهتم المسلم بهذه المسألة، وإذا كان يخشى من النسيان فيمكن أن يجعل له وقتا معتادا يبتدئ فيه مدة المسح على الجوربين، يعني مثلا في الليل يخلع الجوربين، ثم عند الفجر يلبس الجوربين إلى اليوم الثاني، فيجعل له وقتا يعتاد عليه حتى لا ينسى، لأن النسيان هنا نسيان متعلق بأمر مأمور به وهو الطهارة، فلا يعذر فيه الإنسان بالنسيان ولا بالجهل. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالنسيان والجهل. فالطهارة هي من باب المأمور، لا يعذر الإنسان فيها بالنسيان والجهل. ولهذا من مسح على الجوربين بعد انقضاء المدة فوضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، ويلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة.